الكبة باللبن أو الكبة اللبنية. اليوم الجو شتوي فعملتها بالجميد الكركي وطلع طعمها خرافي. كل حدا إله طريقته، ولكن هاي الطريقة هي الأسهل والأطيب. بالبداية بدي أحضر صوص اللبن. حطيت كيلو من اللبن المخيط أو الشنينة، وعليه مغلف من جميد شعبان، شوفوا قدي سهل إنكم تستخدموه، ومعلقة من النشا ونص معلقة صغيرة من الملح، وحركتهم على البارد كتير منيح. بعد هيك رفعتهم على النار لحتى أخذوا معي أول غلوة. بلشت أقلي بالكبة، أكيد استخدمت زيت شعبان ولازم تكون عندي الحرارة وسط، وخصوصا انه هاي الكبة انا مفرستها بالفريزر. قليت حبات الكبة لصار لونها ذهب، شوفوا ما احلاها. على فكرة منزلت لكم الطريقة وموجودة على الصفحة. بعدين صفتهم بصحن الفخار وحطيت عليهم صوص اللبن اللي انا جهزته، وعملت التقلاية. التقلاية عبارة عن شوي من زيت الزيتون، توم ونعناع، ورشة خفيفة من الملح، وبتحطوهم فوق الكبة اللبنية. ادوقولي ادوقوا الطعم، شو انه خرافي وكتير طيب، وعن جد رح تعجب ولادكم كتير.